حسب حساباتنا طبعا احنا كنا نحكي على 28 يعني تطلع خلينا نقللها شوي تطلع تقريبا بحدود 90 مليار دولار العراق صارف على منظومه الكهرباء بصوره عامه منذ السقوط الى هذا اليوم تقريبا 90 مليار دولار. ال 90 مليار دولار حقيقه ايش وفر لنا من كهرباء؟ وفر لنا اليوم بدي اتكلم استاذ احمد ارجوك خلينا نكمل. لا بس مغرف اسجل هاي 90 منين اخذتها؟ هذا 90 من حسابات الموازنات السابقه كلها من حسابات الموازنه 100 من ديوان الرقابه منين اخذت؟ من الموازنات جمع الموازنات الارقام المخصصه للكهرباء انت جمعت طبعا احنا اقتصاد يعني مو ديوان الرقابه الجهه الرسميه ديوان الرقابه اخي نعم. احنا عندنا موازنات هذه الموازنه مرصوده لوزاره الكهرباء هالقد مليار ايش قد موازنة تعرفون يعني تعرف طبعا موجوده عندنا بالتفاصيل ايش قد موازنه الكهرباء بال 20 ما ادري انا اعطيك بس انا اعطيك المجمل انا اعطيك المجمل انا مو كمبيوتر حبيبي سارق ارجوك لا تقاطعني ما انت اذا هيك مجادله ثاني محمد اجادلك في وقتك الرقم الرسمي ديوان الرقابه الماليه ال 80 مليار اللي صرفت على قطع الكهرباء قالوا لنا فصلوا لنا اياهن فصلوا لنا اياهن من حسبنا بالسنه الواحده نستورد غاز 6 مليار دولار 6 مليار بالله احسب 6 مليار في 6 مليار دولار هاي اللي الان رئيس الوزراء شايله رايح عليه ما ممكن استمر بحرق الغاز العراقي واستورد غاز من 4 الى 6 مليار دولار مما يعني خلي اقرب لك اياها حتى الناس تفهم انت الان بال 23 طونه موازنه استاذ محمد 14 مليار بالبرلمان من ناقشنا ويا اللجنه الماليه قالوا موازنتكم عاليه 14 مليار قلنا والله صحيح عاليه لان اللي اسمه 14 مليار صرفت على الكهرباء عاليه قلنا لهم والله صحيح عاليه بس تسمحوا لنا نفصل قالوا اي عرضنا بالارقام قلنا هاي 6 مليار دولار نشتري غاز من ايران زين ليش تشترون غاز من ايران؟ ما تقدرون تشترون هاي المحطات السيمنز اللي هي لا اللي تعمل على بالعمل المزدوج اللي تعمل على الغاز المصاحب الى الكهرباء بمبالغ ب 10% من المبالغ لا ما نقدر هذا تنظير مالك حظي ليش ما تقدر؟ هسه جاوبك هسه جاوبك فمن استعرضنا الارقام قلنا لهم هاي 6 مليار قالوا شلون 6 مليار؟ قلنا والله ما عندنا غاز يكفي عمل المحطات هي ما يكفي غازنا الوطني ما يكفي تقدرون تشطبون فلوس الغاز الايراني اللي شغل لنا ثلث المنظومه 8000 ميجا وات قالوا لا هذا وقعنا بحرج استاذ محمد 6 مليار ثلث المنظومه شغله؟ اي 8000 ميجا وات 8000 ميجا وات تشتغل على غاز الايران تشتغل زين من استعرضنا كم ان قلنا عندنا عقود مع مستثمرين بقرارات مجلس الوزراء مو وزاره الكهرباء زين حائله فرص استثماريه وفق قانون الاستثمار اللي هي ماس وقيوان وكار وربان السفينه الشركات الاستثمار هذول نشتري من عندهم طاقه نشتري الطاقه من عندهم المنتجه حسبوها ايش قد 4 مليار سجلوا ايش قد صارت 10 نعلم تقدرون تقللون الاربعه مال ايش العفو الاربعه الاخيره؟ مال شراء الطاقه من المستثمرين بفرص استثماريه يعني بالفرص الاستثماريه هاي يعني مجلس وزراء قرارات تمام فقلنا لهم زين ايش قد صارين 10 قلنا لهم تقدرون توقفون الغاز الايراني قالوا لا تقدرون توقفون هاي العقود اللي المستثمرين تيك اور بي قالوا لا يسوي لنا مشكله قانونيه وماليه زين اجينا على فلوس رواتب الموظفين الجبايه ما تسد رواتب الموظفين نكمل منها ال 14 انا احكي لك على ال 23 واضح نكمل منها ال 14 مليارين و300 على رواتب الموظفين ايش قد بقى من ال 14 زين لا لحظه يلا خلينا لا لحظه شنو تعطينا مجال انت لازم اقسم وقت انا مسجل فبقى طرح. مليار و700 ذن المليار و700 مفروض اسوي صيانه محطات والمفروض اسوي خطوط ناقله والمفروض اسوي شبكات توزيع والمفروض اكو نفقات تشغيليه حاكمه مال الوزاره وغيرها والمفروض اصلح السيارات والمفروض